قد يكون للفنان أدوار مهمة ومميزة تقربه للجمهور، والأكيد أن خصاله وأخلاقه أكثر ما يميزه، ولطالما كان الحجاب موضوعاً دسماً لدى جمهور الفنانات، لكنه لم يشكل حاجزاً لدى البعض منهن اللواتي تجملن به أمام جمهورهن. يقولوا هاي جات الطفلة الرضيعة. شفيا بذراع أو أم الجزائريين كما يحلو للكثيرين مناداتها، من أبرز الممثلات اللواتي قدمن صورة راقية عن الفن الجزائري، تزينت بالحجاب في الكثير من الأدوار التي قدمتها داخل وخارج الوطن. الفنانة نادية بن يوسف التي عرفت بأدائها المميز وصوتها الطربي الشجي، وبعد قصة اعتزالها وزيارتها لبيت الله الحرام لم تتخلى أبداً عن حجابها. بعد رجوعي من بيت الله الحرام بقيت بالحجاب ديالي، وهذا ما يمنعنيش أنه راني دائما نشط في اعمالي الفنيه. هذا هو المبدا ديالي، وان شاء الله نبقى به حتى نهار يحطوني حتى نهار نموت ان شاء الله. الفنانه نعيم عبابسة التي قدمت اغاني تراثيه خالده هي الاخرى، ابتعدت لفتره عن الظهور في الحصص الفنيه واللقاءات الصحفيه، فكانت من اكثر الفنانات تمسكا بحجابها. نرجس صاحبة الأغاني الخالدة في تاريخ الفن الجزائري لا تزال تزين المسارح والمهرجانات بطلتها البهية التي ميزها الحجاب. هذه بعض النماذج عن فنانات جزائريات تألقن بحجابهن بالمجال الفني، فكسبن جماهيرية كبيرة ومكانة خاصة لدى جمهورهن.